بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من ملفات. حلقة الليلة نتناول فيها ملف توطين صناعة السيارات العاملة بالطاقة الجديدة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وذلك ترسيخا للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وأيضا الاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا. حول الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة وغير تقليدية يدور حوارنا في ملفات الليلة مع ضيفنا المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات. باشمهندس جمال، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين، بتنورنا دائما في ملفات. اسمح لنا نبدا بتقرير لزميلتنا وفاء الخولي ثم نعود لنبدا النقاش. يثير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة في الأسواق الناشئة اهتمام المستثمرين والممولين والمشغلين على حد سواء، وتعد مصر من بين الدول التي تشهد تحولات بارزة في هذا المجال، كما أنها تلعب دورا جوهريا في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية، الأمر الذي دفع الدولة لوضع الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة وللاستفادة من أبعادها المختلفة. فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في الخطوات التنفيذية لخطط الدولة لتوطين هذه الصناعة في مصر التي تقوم على الطاقة المتجددة، ترسيخا للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي. وتعد الطاقة النظيفة في مصر من أكثر الأشياء التي نحتاجها للحد من التلوث، فأكثر ما يميز الطاقة المتجددة أنها نظيفة وصديقة للبيئة، مما جعل المشروع القومي لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي أمرا ضروريا، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها. وترتكز الاستراتيجية أيضا على كل ما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لا سيما محطات التزود بالطاقة الجديدة وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي. مهندس جمال عسكر، اهلا وسهلا بحضرتك من جديد. واضح ان العالم كله بيتحول لاستخدام الطاقه النظيفه والصديقه للبيئه زي الكهرباء والغاز الطبيعي الى حد ما يعني في السيارات. كيف ترى توجيهات الرئيس السيسي في توطين صناعه السيارات التي تعمل بهذه الطاقه الجديده في مصر في هذا التوقيت تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنتكلم على مبادرتين لرئيس الجمهوريه. المبادره الاولى هي مبادره تمكين مصر كمصنع اقليمي للسيارات الكهربائيه في مصر وافريقيا. نعم. المبادره الثانيه بتحويل السيارات للعمل بمنظومه الغاز او السي ان دي الكومبريز ناتشرال غاز، الغاز المضغوط. اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ان مصر تحتل منصات التتويج في التلوث وانبعاثات الكربونيه في الجو نتيجه لوجود النوكس او غازات او الاكسيد الكربون والنوكس اللي هي غازات النيتروجين، ودي غازات تعتبر غازات سامه تقتل البني ادم وتقتل الشجر. نعم. اللي احنا عايزين نتكلم عليه ان توجه الدوله طبقا لرؤيه الدوله 2030، تتحدث رئيس الجمهوريه عن الطاقه والشباب والبيئه. نعم. احنا بنتكلم على البيئه، لازم تبقى البيئه نظيفه عشان المواطن يطلع مواطن صحيح بدنيا وجسمانيا وصحيا مع تعليم جيد، تاخد انسان متكامل. نعم.
أول مبادرة بيتكلم عليها رئيس الجمهورية مبادرة تحويل عمل السيارات أو تمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربية. إيه الميزة في هذا الموضوع؟ إحنا عندنا مصر بداية زي ما قلنا عندها حجم انبعاثات كربونية كبير. رقم اثنين، مصر عندها حجم استيراد محروقات مهول يصل إلى 30 مليار دولار سنويا. فكل المحروقات عامة يعني. فاللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، انت عندك تلوث وعندك استيراد محروقات، ازاي تقلل هذا الكلام؟ ان انت تعمل السيارات الكهربية. في عندنا في التقرير بينقصه حاجة، ان احنا اتكلمنا في التقرير عن السيارات الكهربية واتكلمنا في التقرير عن السيارات التي تعمل بالغاز. ولكن هناك السيارات الهجينة او الهايبريد. السيارات الهجينة هي سيارات تعمل بالبنزين وتعمل بالكهرباء في سويتش مع بعض كده، وممكن تشتغل الاثنين يشتغل لوحده، يشتغل لوحده، ممكن الاثنين بيشتغلوا مع بعض عن طريق منظومه الكمبيوتر سيستم اللي راكبه فين؟ راكبه في العربيه. تعتمد السيارات الجديده في العمل على منظومه الانجن مانجمنت كنترول سيستم، تشتغل بمنظومه الكمبيوتر كامله، كل اجزاء السياره بتعمل بمنظومه بالكمبيوتر نتيجه لوجود العديد من الكمبيوترات الموجوده في العربيه، وجود ضفيره من الاسلاك كبيره جدا بتبدا تدي الاشارات وتستقبل وترسل عشان تعمل تدينا احسن بيرفورمانس او احسن اداء لمحرك السياره البنزين او احسن اداء لموتور السياره الكهرباء. ده معناه يا باشمهندس ان هذه السيارات الجديده يعني اكثر تعقيدا من السيارات الموجوده حاليا؟ ما نقدرش نقول اكثر تعقيدا، لكل ما العلم بيتقدم كل ما المهندسين بيتقدموا. في مصر عندنا مان باور، مصر فيها طاقة بشرية كبيرة جدا. مصر يصل الطاقة البشرية اللي فيها حوالي 55 مليون شاب عمرهم تقريبا في حدود 30 سنة. المصانع ده البرودكشن لاين او خط الانتاج بتاع السيارات، هنلاقي خطوط انتاج موجودة دلوقتي حاليا في مصر، موجودة طبعا لبراندات يابانية، موجودة لبراندات امريكية، موجودة لبراندات صينية موجودة. طبعا العمل بمنظومة الغاز رقم اثنين او المبادرة الثانية الرئيسية، احنا اتكلمنا على مبادرة الرئيس الاولى للكهرباء، بنتكلم زي ما احنا شايفين على مبادرة الرئيس الثانية للعمل لتحويل السيارات للعمل بالغاز. طبعا المبادرة هنا جت ليه او هي بسبب ايه جت المبادرة؟ بعد اعادة اتفاقية اعادة ترسيم الحدود، وصل عندنا او تم اكتشاف ما يعرف بحقل الظهر. حقل الظهر ده عمل لمصر في حدود 3 تريليون متر مكعب من الغاز وفر للدولة. الدولة النهاردة عايزة تستغل هذا الغاز اللي موجود. طبعا انا عندي ملاحظة مهمة جدا، ان العديد من دول العالم التي تملك حقول للعمل بالغاز يتم الحفاظ عليها لاطول وقت ممكن، لان طبعا الحقول دي ممكن تنضب في وقت قليل كمنظومة استراتيجية كتير. طبعا استراتيجية ليه؟ لان انت عندك اجيال قادمة جاية، الاجيال دي لازم الدولة تسيب لها حاجة عشان تستفيد بيها. رقم اثنين، النهاردة لما بنستغل الغاز في تحويل السيارات للعمل الغاز، احنا عندنا فكرة اقوى من كده بكتير. عندنا استغلال الغاز في منظومات الصناعة، صناعة الاسمدة، صناعة البتروكيماويات، صناعة السكر، تكفيف الاعلاف، صناعة الحديد والصلب والاسمنت، كل هذه الصناعات يلزمها الغاز. طب ايه الفرق بين استخدام الغاز في الصناعة واستخدام الغاز في عالم السيارات؟ استخدام الغاز في عالم الصناعة بيعطي مردود 14 ضعف عنه في منظومات العمل للسيارات. لذلك اغلب دول العالم بتتجه نحو استغلال الغاز في عالم الصناعة الاول، بعد كده في التغذية للمنازل، رقم ثلاثة استخدمه لعالم السيارات. عندنا باشمهندس موضوع الغاز الطبيعي بالنسبة للسيارات والمركبات والحافلات الكبيرة والنقل العام، هنتكلم عايزين تقييم برضو السريع لحضرتك. واحنا بالظبط هنشوف ان مصر طبعا من سنة 95 بدأت فيها موضوع السيارات للعمل بالغاز. وصل عندنا دلوقتي ما يقرب تقريبا في حدود 320 ألف عربية تم تحويلهم. كان عندنا السنة اللي فاتت 2019 مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي بتحويل 150 ألف عربية للعمل بالغاز، 50 ألف عربية 2019، 50 ألف عربية 2020، 50 ألف عربية في 2021. بتطل علينا الوزيرة نيفين جامع بأنها تأمل بتحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز. النهاردة هنا لما بيجي نتكلم على الكهرباء أو بنتكلم على الغاز، لازم نتكلم على حاجة مهمة جدا، ألا وهي
الانفراستراكشر او البنيه التحتيه. البنيه التحتيه يعني ايه؟ ان انت عايز تغطي مصر بالكامل من اسكندريه الى اسوان بمحطات الايه؟ محطات الشحن للكهرباء او محطات تموين السيارات بالغاز. ليه؟ احنا لما يكون عندنا مثلا في حدود 320 وعندنا مبادره ب 150، يعني احنا بنتكلم افريج، بنتكلم متوسط في حدود 400 الى 450 الف عربيه تم تحويلهم عشان تبقى جاهز بيهم. بتشوف ايه؟ بتشوف في مصر النهارده محطات التموين للغاز العربيات بتقف عليها في صفوف كبيره جدا. نعم. ليه؟ احنا لما بنيجي نفكر في اي تارجتس، في اي هدف او في اي مبادره، لازم نكون مجهزين المبادره دي من كل الاركان بتاعتها. بمعنى احنا عندنا كل 1000 سياره تقريبا يلزمهم محطه لتموين الغاز. أيوة. طب احنا لما يكون عندنا مثلا في حدود 400,000 شوف اماكن مختلفه بقى يا باشمهندس، احنا قلنا الانفراستراكشر من اسكندريه لغايه اسوان لازم تبقى انت جاهز على هذا الطريق بالكامل. ما ينفعش ان انا ابقى شغال العربيه بتاعتي شغاله غاز وانا اعطل في نص الطريق، معرفش ايه، معرفش امون العربيه بتاعتي بالغاز. يبقى احنا لازم نتكلم على ايه؟ على التموين. احنا عندنا النهارده في حدود تقريبا 208 محطه لتموين الغاز. أيوة. فاحنا النهارده بنقول لما يبقى عندي 400,000 عربيه، كل 1000 عربيه محتاجه محطه، فانا عايز عدد 4000 محطه عشان يقدروا يغطوا هذا العدد من الايه؟ من السيارات. طب لو احنا مشينا مع تخيل الوزيره ان احنا محتاجين تقريبا 1.8 مليون عربيه، طب احنا عايزين ناخد من الوزيره تفسير في اي وقت عايزه تعمليهم، في سنه، في 2، في 3، في 4، في 5. ليه؟ عشان احنا نقدر نحسب الكي بيرفورمانس انديكيتورز، عشان نقدر نحسب قياس معدلات الاداء. هل احنا عندنا الوفرة في أماكن تحويل السيارات؟ هل عندنا قطع الغيار اللازمة لهذا الكلام؟ هل عندنا مراكز الخدمة اللي بتغطي وتعمل الضمان لهذه السيارات؟ نعم. كل هذه الأسئلة تدور في فلك. 95 يا باشمهندس ابتدت السيارات فعلا تنتقل من البنزين للغاز الطبيعي بشكل بطيء جدا جدا جدا، خطوات وايدة يعني. بالظبط. ليه يا فندم؟ لان احنا دلوقتي بنشوف عذرنا دول كتيرة قوي، وشفنا خطوط الانتاج التي تنتج المحركات التي تعمل بالغاز. ليه تعمل بالغاز؟ لان احنا عندنا البنزين اللي موجود عندنا في مصر 80 92 و95. ايه الارقام دي بتدل على ايه؟ بتدل على الكاليريفيك فاليو او القيمه الحراريه للبنزين. طب احنا النهارده لو جينا نشوف القيمه الحراريه للغاز نلاقيها كام؟ نلاقي ان احنا عندنا 80 92 95 نلاقي الغاز 120. فمن 95 ل 120 في جاب كبير، في مسافه كبيره، عالي الاوكتين عالي الاوكتين وعالي ده بيعمل ايه؟ بيبقى في كفاءه في الحريق، ده يبدا يقلل الانبعاثات الكربونيه الخارجه من الشكمان بتاع العربيه. يبقى احنا هنا عايزين نقول الفرق، عندنا معدلات انبعاثات كربونيه عاليه جدا من البنزين، عاليه جدا من السولار اللي او اللي اسمه الغاز، بعد كده نخش على الغاز نبدا نلاقي لو المعدلات بتاعت الانبعاثات الكربونيه قد كده هنلاقي في الغاز انها بتقل تبقى كده، لكن انت ما يبقاش عندي انبعاثات كربونيه خالص لما يبقى عندي سيارات تعمل بموتور الكهرباء. موتور الكهرباء ده الشق الثاني بقى يمنع الانبعاثات الكربونيه نهائي. الحاجه الثانيه لما بتيجي تعمل حاجه في العربيه عندك اسمها الصيانه الدوريه. نعم. العربيه في مصر دايما بتمشي تقريبا، والشرق يعني دول الخليج بتمشي متوسطها 30,000 كيلو في السنه. ايوه. لما عملنا الشبكه القوميه في مصر للطرق وعملنا 8078 كيلو متر اسفلت جديده، بدات زمن الرحلات تقل. المشوار اللي كان بياخد 10 ساعات بياخد 5، يحافظ على السته بقى يعمل ايه؟ العربيه كانت بتمشي 30,000 في السنه، لما اتعملت الطرق الجديده دي بدات العربيه هتمشي في السنه قد ايه؟ 20,000 بس. لما الدوله بدات تضخ سيارات النقل الجماعي بدات العربيه دي هتعمل 15,000 بس. يبقى في نهايه السنه بدل ما كانت بتعمل 30,000 لا هتعمل 15,000. انا كنت جايبها ب 100,000 ممكن ابيعها بعد سنه ب 80,000، لا هبيعها ب 90,000 جنيه. حالتها ما زالت بقى ريسيل فاليو او قيمه السياره المركبه بتاعتي انا ما اتهنتش او ما مشيتش على البنزين كلها مع بعضها يا باشمهندس. فقل من هنا كمان معدلات الانبعاثات الكربونيه، قلت الصيانه الدوريه، كل دي كانت اجزاء حاجات كتيره مكلفه على صاحب المركبه. الصيانه الدوريه لما
بتعمل لها تقريبا في حدود 3 صيانات في السنه، كنت بتعمل صيانه ال 10000 وال 20000 و 30000، بتخش في حدود 20000 جنيه تقريبا الثلاث صيانات. لكن لو انا مشيت نص المسافه دي ابقى انا تقريبا هخش في حدود 10-12000 بس العمل الايه الصيانه. يبقى انا قللت المصاريف بتاعتي، المصاريف اللي انا بصرفها على العربيه. لما يبقى في سيارات كهربائيه ايه اللي يحصل؟ ما يبقاش عندي صيانه دوريه بالشكل اللي انا بشوفه للعربيات اللي هي بتاعت صيانه البنزين والجاز. بمعنى ما عندي زيوت، ما عنديش فلاتر، ما عنديش بوجيهات، ما عنديش بس السيارات اللي بتعمل بالبنزين دلوقتي لا يمكن تحويلها للعمل بالكهرباء. لا، السيارات التي تعمل بنزين يتم تحويلها للعمل بالغاز. لكن الكهرباء ده في فرق. احنا قلنا ايه؟ البنزين والديزل في حاجه اسمها محرك السياره. أيوه. في الكهرباء في عندنا حاجه اسمها موتور كهربائي. شتان الفرق، الفرق بعيد جدا، ما فيش حاجه اسمها تتحول. لا، احنا بنجيب عربيه كهرباء وبالعربيات البنزين البنزين بتاعتنا هي اللي بنحولها للايه للعمل بالغاز. طبعا ندي فكره للمواطن برضو بتاعنا ان احنا عندنا تحويل السيارات للعمل بالغاز في العربيات التاكسي او العربيات الملاكي الصغيره، شفنا او الميكروباص، بنشوف يعني متوسط هذه متوسط التكلفه هنا يتراوح من 8 الى 14000 جنيه التكلفه بتاعته. الحاجه الاحسن من كده هي مبادره وقت قد ايه بقى؟ خمس ساعات العربيه الواحده بتاخد 5 ساعات للتحويل. اتكلم معانا هنا مبادره محافظه القاهره بتشغيل 150 اتوبيس للعمل بالغاز. الضخ منهم 85، بعد كده الضخ منهم 5 و10، فوصلنا مثلا حوالي ايه 100-115 اتوبيس النهارده بيعملوا بالايه بالغاز في محافظه القاهره. ده انت بتعمل ايه؟ بتقلل زي ما قلنا معدلات الانبعاثات الكربونيه اللي موجوده عندك في الجو، بتقلل النويزي او الدوشه اللي بتحصل لمحركات الديزل او محركات الجاز او البنزين لما بيدور الاتوبيس الكبير، تقف جنبه تسمع دوشه كبيره جدا تصدع لك دماغك مع الغازات اللي بتطلع دي، بتاثر على مناخيرك، بتاثر على صدرك. لكن انت لما تشتغل في العربيات الغاز لا، العربيات بقت ايه؟ اقل صوت. لكن لما بتشتغل جنب عربيه كهرباء ايه اللي انت بتسمعه؟ ما بتسمعش حاجه خالص. بتسمع حاجه اسمها الموتور الاخرس، يعني انت ما بتسمعش اي حاجه حواليك ولا بتشم اي انبعاثات كربونيه بتطلع على الجو. لموضوع توطين صناعه السيارات بقى يا باشمهندس، توطين صناعه السيارات الدوله عملت ايه دلوقتي؟ والمنتج المحلي نسبته قد ايه؟ وشايفين منتج ما شاء الله لا باس به، وعايزين نعرف وضعنا من شكله ايه بالظبط يا باشمهندس. تمام، نتكلم على توطين صناعه السيارات. نجد ان هناك مبادره جميله جدا عملها الوزير هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، باتفاقيه بتتم ما بين شركه النص السيارات وشركه دونج فينج الصينيه. شركه دونج فينج الصينيه بتتعاون مع النص السيارات في مصنع النص السيارات عشان نبدا ننتج يناير 2022 نبدا ما يقرب من 25000 عربية في السنة. يعني هتبدأ في أول السنة إنتاج السيارات الكهربية في مصر في أول يناير 2022. إلى نهاية إلى 1/1/2023 يكون المصنع مفروض أنه أنتج حوالي 25000 سيارة كهربية تحت اسم براند النصر. هنسميه النصر. يبقى هنا انت بتعمل ايه؟ توطين صناعه السيارات. طب احنا بنتكلم هنا او رئيس الجمهوريه في افتتاحه لمؤتمر النقل الذكي قبل امس كان بيتكلم هام جدا يا باشمهندس، بالظبط هنتكلم عليه وهنفرد دي جزء مهم قوي. اتكلم الرئيس على ايه؟ على المكون المحلي لاي منتج انت بتعمله، وازاي لما يكون المكون المحلي متوفر في مصر هنا بيخدمك بشكل كبير جدا ان انت تقدر تخدم على العميل او الراجل اللي بيشتري المنتج. الراجل اللي بيشتري المنتج بيبص على ايه؟ قلنا بيبص على 3 حاجات. اول حاجه الكواليتي او الجوده، نمرة 2 بيبص على السيفتي الامان، بعد كده الاثنين دول بيحولين نقطه ثالثه تانية. النقطه الثالثه دي اللي هي معدلات الرضا، يعني لما يركب العربيه يبقى مبسوط، العربيه مريحه، ما فيش فيها مشاكل، فيها امان، في صيانه يتوجه الصيانه الدوريه ومراكز الخدمه. سمعنا رؤساء مجلس اداره الشركات بيتكلموا على ان هم كل الشركات لديها مراكز خدمه لعمل الصيانه الدوريه في الشركات بتاعتهم. كل ده مهم جدا ليه؟ عشان العميل يحس بالامان. توافر قطع الغيار للسيارات ده من اهم العوامل اللي بتخلي العميل عنده ثقه.
تاريخ الضمان او فتره الضمان اللي بتعطيها الشركات. النهارده كان عندنا شركات بتدي سنتين وشركات بتدي 3 سنين، النهارده بنشوف شركات بتدي 5 سنين ضمان على السيارات. ده ليه؟ لان السوق المصري سوق ضعيف جدا في مبيعات السيارات. وصل مبيعات السيارات او وصلت مبيعات السيارات في 2019 الى 193 الف عربيه، مبيعات السيارات في 2018 182 الف عربيه، مبيعات السيارات في 2017 كانت 130 الف عربيه. لما ناخد متوسط الثلاث سنوات دول نلاقي المتوسط ده 150 الف عربيه. مش مهندس جمال، اسمح لي، انا تلقى اتصال هاتفي من الدكتور جمال اليوبي استاذ هندسه البترول والطاقه. دكتور جمال، اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي وتحيات المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات لحضرتك. مساء الخير عليك استاذ نادر بيه، ومساء الخير على ضيفك الكريم دكتور جمال. كيف ترى حضرتك توجيهات الرئيس السيسي بالاسراع في توطين صناعه السيارات العامله بالطاقه الجديده ودلالات ذلك، ولماذا تتجه مصر الان لهذا الاتجاه؟ الاتجاه اللي اعتمد عليه القياده السياسيه في تقييم الحاله العامه بالنسبه للسيارات عالميا استراتيجيا واقتصاديا للدوله المصريه. استراتيجيا عالميا عمليه تغيير المناخ مؤثره في كل اقطار العالم، وبالتالي نحن كدوله دوله موقعه على اتفاقيه المناخ في باريس، وبالتالي نحن نسعى جاهدين في ان يكون عندنا معدلات لتقليل نسب انبعاث الكربون. وانت عارف ان الجزء الكبير جدا من انبعاثات الكربون بيعتمد على الوقود الاحفوري، البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز الطبيعي، انا اسف، والمازوت. وبالتالي من ضمن الاشياء المؤثره او في اقل ضررا ويمكن النسبه بتاعتها ضئيله جدا هو استخدام الغاز الطبيعي، والنسبه الثانيه الطاقه المتجدده، والنسبه الثالثه الطاقه الكهربائيه او استخدام السيارات في استخدام صناعه السيارات في انتاج او استخدام الكهرباء في جزء كبير جدا من توقود لصناعه السيارات. العالم كله الاستراتيجيه بتاعته موجهه في 3 نقاط. الجزء الاوروبي اعتمد في سياسته 2015 ل 2020 على تحويل جزء يصل الى حوالي 21% من معظم السيارات، وخاصه صناعه السيارات ذات الماركات العاليه، لانتاجيه خطين، الخط الاول خط الغاز الطبيعي، والجزء الثاني استخدام الطاقه الكهربائيه او الصناعات للسيارات الكهربائيه. الغرب الامريكي اعتمد على ال3 سنوات السابقه في انتاج الموتور لدى السيارات، سواء اذا كانت النقل او المتوسط او عربيات السيارات الليموزين، على استخدام الدول اكتنج موتورز او الموتور بنوعين من الوقود، اما الغاز الطبيعي واما البنزين او السولار. الاستراتيجيه بتاعتنا كمصريه بتتماشى مع الاستراتيجيه العالميه للسيارات ايضا، وده من ضمن الاساسيات اللي وضعت عليها القياده السياسيه هذا التوجه. النقطه الثانيه نقطه اقتصاديه، وكما تعلم جيدا يمكن هناك دول برعت تماما في استخدام الطاقه المتجدده للسيارات، يمكن قد تكون مكلفه في هذا التوقيت. اليابان وكوريا الجنوبيه اعتمدت على نسب من الماركات العالميه بتاعتها تصل لحوالي 30% من هذه الصناعات الان، بتعتمد على استخدام جسم السياره كخليه كهربائيه او كخليه لتحويل ضوء الشمس المباشر الى كهرباء. وضوء الشمس المباشر الى كهرباء ده اعطى نوع من الاريحيه لدى السيارات ان تكون اقتصاديه، بمعنى ان اثناء الضوء تستطيع السياره العمل بالطاقه الكهربائيه المباشره من الشمس. واثناء الليل بيتم تخزين جزء كبير جدا من البطاريات لدى السياره، فتعمل البطاريات بتخزن بقى على مدار اليوم، واحنا الحمد لله الشمس عندنا يعني على مدار العام حاجه جميله ومحترمه. وبالتالي كانت ضمن هذه الاساسيات ان تكون ايضا هناك نسبه مستقبليه لصناعه السيارات بالطاقه الشمسيه. ده من ضمن الاستراتيجيات. النقطه الاقتصاديه المهمه جدا، وان كثير من البنيه التحتيه الان تم توجيهها في ان تعتمد على 3 اشياء: انشاء محطات جديده تعتمد على 3 انواع من الوقود، الطاقه الكهربائيه، الطاقه من الغاز الطبيعي، وايضا وقود السيارات البنزين او السولار. هناك ايضا جزء من البنيه التحتيه المتاح الان من اكثر من نسب تصل لحوالي 35% الان بيتم دراستها، ويمكن احنا شفناها في القاهره الكبرى محطات لديها ال3 انواع من الوقود متاحه الان في البنيه التحتيه لدى هذه المحطات. بندرس الفتره اللي جايه ان جزء من هذه المحطات يتم تحويلها
الى وحدات للطاقه الكهربائيه ووحدات ايضا لدعم الغاز الطبيعي. المهم جدا اللي كثير من الناس لابد ان يعلموا ان الدوله سعت جاهده خلال الفتره في السنه ونص اللي فاتت في اعاده تقييم خريطه التلوث البيئي وخاصه في القاهره الكبرى، وبالتالي الدوله لجأت الى ثلاث اشياء. الشيء الاول هو زياده الاتساعات في الطرق وزياده عدد الكباري لتقليل الازدحام والنقاط الازدحاميه المروريه. النقطه الثانيه وهو الاعتماد على تحويل جزء كبير جدا من السيارات بالغاز الطبيعي، ويمكن احنا وصلنا لرقم حوالي 225,000 سياره بنستهدف ان شاء الله في خلال الثلاث سنوات القادمه 2023 نصل الى حوالي 336,000 سياره للتحويل بالغاز الطبيعي. هناك ايضا ماركات عالميه الان بيتم شرائها تعمل بالغاز الطبيعي، وايضا التركيز على صناعه السيارات الكهربائيه لدى القطر المصري. هناك اتفاق مباشر مع الجانب الصيني بتصنيع هذه السيارات. ممكن ضيفك الكريم تكلم في هذا الموضوع. اذا هذا التوجه بيؤدي الى انخفاض فاتوره استيراد المواد الوقوديه اللي بتكلف الدوله شهريا ما بين 900 مليون الى مليار دولار شهريا، وبالتالي نحن نستهدف تحويل جزء جدا كبير من السيارات لتقليل هذه الفاتوره. نحن نستهدف ايضا جزء من السيارات بالطاقه الكهربائيه لتقليل ايضا هذه الفاتوره. اذا كل هذا يسعى في طريق ان تكون دوله مصريه فيها نسبه انبعاثات من الكربون قليله لحمايه الطقس المصري، وايضا للتعامل مع الاستراتيجيه المناخيه البيئيه العالميه. والنقطه الثانيه هو توفير جزء من استيراد سلع الوقود من خارج البلاد والاعتماد على البدائل من الطاقه. دكتور جمال اليوبي استاذ هندسه البترول والطاقه، شكرا جزيلا على حضرتك. مهندس جمال عسكر، لك تعليق على ما تفضل به الدكتور جمال وبخاصه الجزئيه بتاعه الطاقه الشمسيه؟ طبعا اللي احنا بنتكلم عليه النهارده وشفنا الكلام ده، طبعا شفناه في اليابان وشفنا في عده دول، وتشوف في المعارض اللي جايه دلوقتي طبعا نتيجه لوجود جائحه كورونا وكوفيد 19. ما فيش النهارده المعارض ما بتقامش او كده، لكن بتشوف ان العربيات الجديده فيها جزء كبير من الخلايا الشمسيه دي. بتعمل ليه؟ احنا عندنا زي ما بيقولوا عاصمه الشمس اسوان. الشمس ما تغيبش عن مصر، بتقعد تقريبا في حدود 14 ساعه الشمس موجوده يومين في مصر. فلما بتعمل على تخزين الطاقه الشمسيه دي وتستغلها لتحويلها الى طاقه كهربائيه، فانت بتستفيد بشكل كبير جدا. زي ما قال الدكتور احنا بنخفض الفاتوره بتاعت الاستيراد اللي احنا بنجيب بيها المحروقات بشكل كبير جدا. كل ده بتعمله الدوله، وهنا في تناغم كبير قوي بيتم ما بين وزارات كبيره جدا زي وزاره النقل، وزاره الصناعه، وزاره الماليه عشان تساعد في التمويل. بتكلم في يعني طفرة غير مسبوقة للدولة المصرية في هذا الإطار. احنا كل الكلام اللي اتكلمنا عليه دلوقتي ان احنا وجود عندنا السيارات الكهربية ده جزء، وجود عندنا السيارات التي تعمل بالغاز جزء، وجود على السيارات الهايبريد الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء ده برضو جزء تاني. طبعا شفنا كمان في السيارات الكهربائية اللي موجودة حاليا ان السيارات الاتوبيسات الكبيرة بدأت، او كان رئيس الدولة بيسأل قد ايه الاتوبيس بيمشي بالشحنة الواحدة، فقالوا طبعا الرئاسة مجلس إدارة الشركات أن الأتوبيس بيمشي 400 كيلو متر في الشتاء بشحنة واحدة، لكن في الصيف بيمشي 300 كيلو متر للشحنة الواحدة. فكان إيه الفرق هنا؟ الناس بتسأل، لأن في الصيف إحنا بنشغل التكييف في الأتوبيسات، لما بيشتغل التكييف بيستهلك جزء كبير جدا من الطاقة الكهربية اللي موجودة في البطاريات. طب إحنا أهم حاجة عندنا هنا إيه بندور عليها؟ السيارات الكهربية. زي ما قلنا قطع الغيار لازم تبقى موفره. لازم عندنا هنا مهم جدا جزء البطاريات. ليه؟ لان ثمن البطاريه بيوازي تقريبا في حدود 50 الى 55% من ثمن العربيه. نعم. الضمان البطاريات دي بقى من نوع خاص ناسيا. فاللي احنا بنتكلم عليه النهارده ان انت طبعا انت النهارده بتقول بس بنقول ايه؟ ان احنا عندنا في كل شركات العالم عندنا الار ان دي. الار ان دي ده اللي هو اقسام الابحاث والتطوير. ابحاث والتطوير فائدتها ايه؟ زي ما كنا زمان بنشوف الموبايل، كان الموبايل عباره عن حاجه كبيره جدا، لكن احنا النهارده بنشوف الموبايل حاجه قد كده. كان زمان البطاريه بتاعت الموبايل حاجه كبيره قوي كده، النهارده ما بتشوفش البطاريه اساسا، البطاريه بقت بيلد ان جوه الموبايل. فاللي احنا بنتكلم عليه ان احنا عندنا ضمان للبطاريات مثلا في حدود من 7 الى 10 سنين في اليابان، عندنا في الصين من 3 ل 5 سنين،
انا بقول لك والبطاريه كبيره جدا، البطاريه دي بتبقى واخده مساحه البطاريه عشان يبقى برضو المشاهد الكريم عارف، مساحه البطاريه دي بتبقى واخده بطن العربيه بالكامل من اخر صدر العربيه يعني من تحت البربريز القداماني تمشي في بطن العربيه بالكامل من تحت لغايه البربريز الخلفي. يعني بتاخد الكرسيين اللي قدام والشلتة كلها بالكامل، دي مساحه كبيره. انا بقول لك ان احنا في زمن لن يتجاوز من 3 لـ5 سنوات هتلاقي البطاريه دي بدات تقل 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 بشكل كبير جدا، وهيبقى الخرج بتاعها اضعاف اللي موجود النهارده. كل ده عن طريق اقسام البحث والتطوير اللي موجود في شركات والشركات المصنعه والشركات الام. يعني البحث العلمي شغال عندنا على الموضوع بشكل كبير. اليابان بالذات، المانيا، امريكا بتعمل شغل قوي جدا في هذا الاطار. الحاجه الثانيه والمهمه هنا ان احنا لازم ننتبه في مصر لحاجه مهمه جدا هي ايه، هي موضوع دفن النفايات. ليه؟ بطارية العربية دي لما بتبوظ أو يحصل فيها مشكلة ليها طريقة معينة، زي بطارية الموبايل. بطارية الموبايل من الحاجات الخطيرة جدا، لو ما بتدفنهاش بشكل كويس بتؤثر جدا على الصحة العامة للمانباور، زي ما قلنا للطاقة البشرية اللي موجودة عندنا في مصر. فلازم يبقى عندنا احنا هنا ايه، عندنا دفن النفايات لازم نعرف يتعمل ازاي بالظبط عشان ما نبقاش مؤثر. او حاجه ثانيه، في العوامل كلها يا باشمهندس يجب ان تكون متكامله وبالتوازي. اسمح لنا نشوف تقرير من زميلنا نعيم ابراهيم ورؤيه صحفيه للاستراتيجيه القوميه لتوطين صناعه المركبات التي تستخدم مصادر طاقه نظيفه وغير تقليديه، ثم نعود نستكمل النقاش. خطوة تأخرت كثيرا حتى جاء بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إطلاق سيادته للمبادرة الرئاسية لتحويل كل المركبات في مصر للعمل من الوقود إلى الغاز الطبيعي. وفي هذا الإطار وجه سيادته بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، ترسيخا للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي. حتى الآن تم تحويل أكثر من 250,000 سيارة من بنزين إلى غاز وجاري في المرحلة، كما أعلن وزير البترول تحويل 200,000 سيارة في المرحلة القادمة بالاتفاق مع التضامن الاجتماعي ووزارات أخرى. هذا سيسهل جدا من تعميم تجربة ومبادرة الرئيس السيسي في استخدام الغاز في شوارع مصر، لأنها تفتح آفاق جديدة للاستثمار، إضافة لأن استخدام الغاز يقدم خطوة مهمة في نظافة في بيئة نظيفة، وثالثا أن هي تفتح آفاق لتشغيل الشباب من خلال المحطات الجديدة التي تم التوجيه بإنشائها في جميع ربوع الوطن. وثالثا أن تغيير السيارة من غاز إلى من بنزين إلى غاز سيفتح أيضا للمهن التي تعمل في هذا المجال فرص جديدة للعمل وزيادة العمالة في الوسيطة والمتوسطة. وفي نفس الوقت كل هذا سيساعد على بيئة نظيفة، واعتقد ان الخمس سنين القادمة ستكون مصر في تصنيف متقدم جدا في قائمة الدول النظيفة في العالم كله. لدينا الان عاصمة إدارية جديدة، لابد ان تكون عاصمة نظيفة وتحظى على بطاقة من اليونايتد نيشن في هذا المجال. المشروع القومي يهدف لتحويل المركبات للعمل بالغاز والاعتماد على السيارات الكهربائية، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة والاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا. ده لي شقين، شق بيئي في ان هو وصديق للبيئة ونظيف، والشق الاقتصادي الثاني ده تطور طبيعي لما حدث في مصر من اكتشافات الغاز في الفترة الأخيرة، تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، لأن كان بيخصص مبالغ كبيرة جدا في ميزانية الدولة لاستيراد المواد البترولية من الخارج. ثانيا ان الغاز الطبيعي ده بيوفر يعني عملية الاستبدال
الغاز الطبيعي بالبترول في تحويل المركبات عمليا داخل الورش وداخل المصانع لا تتعدى 6 ساعات، فهي بسيطة جدا. بالإضافة إلى أن استخدام الغاز الطبيعي هينمي موارد الدولة، ودخلت مصر حاليا كمان في تصدير الغاز الطبيعي لدول الجوار. الاستراتيجية الجديدة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة خطوة مهمة نحو مواكبة التوجهات العالمية الحالية للعزوف عن التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة باستخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة وتقليل الاعتماد على المحروقات، وذلك بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد مهندس جمال عسكر. زي ما شفنا في التقرير يعني العالم كله يتجه الى هذه التكنولوجيا الحديثه، ومصر دائما تخطو الى الامام وتبدا من حيث انتهى الاخرون. شفنا يمكن يوم الاحد اللي فات مؤتمر النقل الذكي بحضور الرئيس السيسي وجوله موسعه وتفقد للسيارات والعربيات الى اخره. يا ريت حضرتك تحطنا في صوره مدار في هذه الزياره وهذا المؤتمر. بداية لازم نقول ان منظومة النقل الذكي هي منظومة تقوم على تعاون جيد ما بين وزارة الدفاع وزارة الداخلية وزارة النقل. كل ده حضرتك بتتكلم فيه ايه؟ بتتكلم عن ضخ ما يقرب من 8000 كيلو متر اسفلت في الدولة. النهاردة كل المحاور والشرايين الرئيسية في الدولة بيهمنا انها تكون كلها فيها موجات مرورية خضراء، ما تكونش فيها موجات مرورية حمراء وتكدسات وازدحامات. ليه؟ النهارده انت بتعمل هدر البنزين وهدر الطاقه حاجات كتير جدا بالظبط. حتى البني ادم بيتعب بيروح شغله متعب لما يكون الايه التكدسات والزحمه وكده والانبعاثات الكربونيه اللي بيشمها بتاثر تاثر جامد جدا. فايه اللي بتعمله المنظومه النقل الذكي عشان تخدم المواطن في هذا الاطار؟ هي بتخدم المواطن وبتخدم الدوله. بمعنى تخدم المواطن في ايه؟ ان انت النهارده طالع بعربيتك ورايح مشوار، فانت طلعت على سبيل المثال اخدت مصر اسكندريه الصحراوي، مصر اسماعيل الصحراوي، خدت طريق الضبعه، خدت طريق شبرا بنها الحر، بتجد ان هناك مجموعه كبيره جدا من الشاشات على الطرق، شاشات كبيره جدا. الشاشات دي متوصله كلها عن طريق كمبيوتر سيستم مع الكمبيوتر عن طريق الكاميرات الموجوده على الطرق. بتعمل ايه الشاشات دي؟ فايدتها ايه؟ الكلام ده باشمهندس شفناه في امريكا من ربع قرن يمكن لما كنت طبعًا هناك طبعًا. والشاشه بتجيب لك لو في حادثه واعاقه قدام، حادثه في اعاقه في طريق، بنعمل فيه اصلاحات في طريق، في حادث كبير في الطريق خش على الطريق الشمال، اطلع طريق يمين، اطلع الكوبري اللي جاي. كل المنظومات دي موجوده طبعا في امريكا واوروبا منذ فترات بعيده، لكن انت بتقول النهارده بما ان مصر عندها الشرايين والمحاور دي، ده كمان المهم بالنسبه لقائد المركبه، كمان مهم قوي بالنسبه للعربيات الكبيره والعربيات التريلات. ليه؟ ان انت بتربط النهارده المواني والمناطق اللوجستيه على الطرق كلها، بتربطها ببعض عن طريق كمبيوتر سيستم، فده بيسهل لك مرور السيارات. على صور الزياره والجوله بالظبط. هنا بيتكلم الرئيس هنا المنتج بيتكلم على ذوي الهمم، ازاي ذوي الهمم النهارده بيخصص لها مكان او جزئيه ان هم يرفعوا العربيه بتاعه اصحاب الهمم وياخدوهم يدخلوهم للعربيه من الداخل. هتلاقي كمان اثناء الزياره كان في بعض الاوتوبيسات لبعض المصانع الرامب او المطلع بتاع الاوتوبيس هو عباره عن رامب او مطلع لذوي الهمم زي ما كان بيتعمل في الطائرات زمان. بالظبط كده بيحصل، ده بيحصل بالظبط. فاللي احنا عايزين نقول عليه الدوله بتبذل الغالي والثمين عشان تبدا تخلي او تحافظ على المواطن او تريح المواطن. بنتكلم على منظومه النقل الذكي زي ما قلنا، بنقول ان الدوله بتربط المواني والمناطق اللوجستيه والطرق كلها ببعض عن طريق شاشات وكاميرات ورادار. يعني الكاميرات دي بتوصل عشان كل ده عن طريق الكمبيوتر عشان تعرف فين الاماكن اللي فيها ازدحامات.
الاماكن اللي فيها مشكله في حادثه، ثلاث اربع عربيات دخلوا في بعض قفلوا طريق بشكل معين، عربيه لا قدر الله اتقلمت على الطريق، فيدي لك حل بديل عشان تبدا تاخد طريق ثاني. نعم. فتاثر على نفسك الوقت لما بيحصل كده، انت بتبقى واخد بالك مبقاش عندك مشكله، لكن لو انت دخلت وما فيش حد قايل لك حاجه الطريق بيبقى استك، 20 30 الف عربيه وقفوا ورا بعض، الطريق اتقفل، بقت الدنيا كلها انت ماشي بلاين، ما حدش قال لك انت حاجه، انت مش شايف حاجه خالص، انت ماشي زي ما تقول في المنطقه العاميه، لكن هو هنا بينور لك ويفتح لك طرق جديده عشان انت تبدا تتحرك فيها، مسارات ثانيه عشان تعدي فيها. طبعا وجود الشرايين والمحاور اللي اتعملت في الدوله بشكل كبير جدا ده بيساعد المواطن او بيساعد قائد المركبه على انه يتحرك في هذا الايه، في هذه الاتجاهات. شفنا طبعا كمان زياره اثناء زياره الرئيس لمعرض النقل الذكي، بنشوف ان بعض الشركات او الكثير من الشركات بدات تطلع اتوبيسات، خاصه شركات السيارات بدات تطلع باصات وميني باصات تعمل بالغاز. بمعنى النهارده انت بتتكلم على منظومه محرك بنزين عايز تحوله لعمل بالغاز. احيانا بيقبل واحيانا ما بيقبلش، احيانا لازم المحركات بتاعت السيارات دي يكون الكفاءه بتاعتها معديه 70%. طب هي لو مش معديه 70% يعني لازم اعمل تيست الاول قبل ما لازم تعمل تيست الاول عشان تشوف المحرك ده كفاءته قد ايه بتاع البنزين بالظبط. طب لو هو ما يصلحش لازم تعمل عمره، طب العمره مكلفه قد ايه؟ وهتحط عليهم مثلا 10 او 12000 جنيه للتحويل تاني للغاز، فيبقى مبلغ كبير. لكن احنا النهارده بنتكلم على، شفنا حاجه غريبه قوي لما بنشوف اتوبيسات جديدة بتيجي للدولة لها بنزين. نعم. وبعد ما تيجي الاوتوبيس نقول لك عايزين نحوله للغاز. طب ما تجيبه انت اصلا خط الانتاج بتاع الغاز، تجيبه اصلا محرك بيعمل بالغاز. احنا شفنا بره طبعا محركات بتعمل، شفنا خطوط انتاج تعمل بالغاز. احنا ليه بنقول ان هو لازم يكون مخصص للعمل بالغاز؟ احنا قلنا ان الكفاءة الحرارية القيمة الحرارية للغاز بتصل الى 120. 120 ده معنى ذلك ان هو ايه، حامي جدا. الحمو ده او الحرارة الكتيرة دي بيكتسبها المعدن بسرعة، ما عندناش مشكلة ان المعدن يكتسب الحرارة بسرعة، بس المفروض ان هو يتخلص من الحرارة برضو كمان بسرعة. لو ما تحركش، لو ما تخلصي او اجزاء المحرك من الداخل لم تتخلص من الحرارة بشكل سريع، ايه اللي هيحصل؟ هتبدأ تتأثر اجزاء المحرك الداخلية. احنا النهاردة لما نيجي نقول ايه، عندنا عربية مثلا ماشية 100,000 كيلو واختها ماشية 100,000 كيلو بالغاز، لما نيجي نفك المحرك ده والمحرك ده بنلاقي ان ده تكلفته في الاصلاح كذا وده كذا زائد جزء تاني زيادة. ليه؟ عشان هو ما كانش يستحمل الغاز. او الغاز حامي عليه. يبقى احنا لازم الاول ايه، شركة الغاز تاخد الكمبيوتر بتاع العربية البنزين دي تشوفه او الداتا البيانات بتاعتها وتشوفها تتماشى مع البيانات بتاعت الغاز، هيحصل توافق بيقوم بيشتغل على طول. كان في مقترح يا باشمهندس السيارات يعني زمن معين او تصنيع في عام معين بعد عدد معين من السنوات يجب ان تحول. هو دوت مش شرط. ليه؟ خليني اقول لك بس كلام علمي شويه. حضرتك ممكن يكون معاك عربيه 2020 وحضرتك مهمل في الصيانه. نعم. او مهمل في الاستخدام. حالتها سيئه. وانا عندي عربيه موديل 70 وانا محافظ عليها احسن من ال 2020. يبقى هنا بتتكلم على البيهيفير، سلوك قائد المركبه، هل هو بيسوق كويس نورمال ولا بيسوق اب نورمال؟ عنده استخدام سيء للمركبه بتاعته. لازم تعرف الكلام ده قبل ما الكشف اللي لازم نكشف اللي بيحدد. حاجتين تاني مهمين هم ايه في العربيات عندنا في الشارع المصري. عندنا نوعين من الادخنه تتصاعد من شكمانات الشارع المصري. اول دخنه هي دخنه سودا قاتمه، الدخنه الثانيه هي دخنه بيضاء ناصعه. ايه الفرق بين الاسود والابيض؟ الاسود هو استهلاكات بنزين وجاز عاليه جدا نتيجه لتلف الرشاشات، نتيجه لتلف دي نعملها ازاي؟ لازم نكشف عليها، نشوف الرشاشات بايظه، طرمبه الحقن بايظه، عندنا اي حاجه بتسرب بنزين في الداخل. ليه هي بتطلع سودا؟ ليه؟ لان كميه الوقود كتيره جدا، ما بتلاقيش كميه هواء تختلط معاها عشان تحترق وتديني احتراق كامل. طب الدخنه البيضه سببها ايه؟ يبقى الدخنه السوداء لازم تغير الرشاشات وتعاير الطلمبه بتاعت الجاز وكده عشان تطلع بشكل كويس. طب الدخنه البيضه سببها ايه؟ ان العربيه اهمالها في اعمال الصيانه نتيجه لحد غير مؤهل لقياده السياره، بتحصل ان بيحصل تفويت في المحرك، فبدل ما المحرك ده يحرق بنزين
يعني وقود وهواء، لا هو بيحرق وقود وهواء ومعاه كميه من الزيت. لما الزيت ده بيتحرق بيطلع دخنه بيضه جدا. فطبعا ده من الخبره اول ما بتوع مركز الصيانه بيشوفوها، ولا خد بالك العربيه دي مفوته، اول ما تيجي تعمل لها كومبريشن ليك تيست تكشف على قدره الكفاءه المحرك بتاعك قد ايه، تلاقي الكفاءه بتاعتك طبعا تعبانه جدا نتيجه لتسريب زيوت كتيره موجوده. فكل اللي احنا بنتكلم عليه المنظومه دي اسمها منظومه التيم ورك او منظومه فريق العمل اللي بتتخذها الدوله دلوقتي. وشفنا طبعا المنظومه دي في عمل الشبكه القوميه للطرق، النهارده عايزين نشوف نفس المنظومه لما نيجي نعمل الشبكه القوميه للغاز في مصر، اللي هي هتجيب مصر ربوع مصر بالكامل من اول اسكندريه لغايه اسوان، المنظومه كلها تخدم على بعضها. باشمهندس جمال اسمح لنا نشوف تقرير اخير لزميلنا ناصر علي ونشوف بقى اراء المواطنين حول صناعه السيارات العامله بالطاقه الجديده في مصر، ثم نعود للجزء الاخير من برنامجكم ملفات. على خطى الدول الكبرى قررت مصر خوض غمار صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد أن أصبح الجانب البيئي وتوطين تكنولوجيا الصناعات المختلفة قاسما مشتركا ورئيسا في استراتيجية مشروعات الدولة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في توطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها بشكل عام التي تعمل بالطاقة النظيفة في مصر لما لها من بعد اجتماعي واقتصادي لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال انخفاض تكلفة إنتاجها وحماية البيئة من أضرار عوادم السيارات. السيارات اللي هي بالغاز او الكهرباء، اول حاجه انا كمواطن في البلد يعني انا شايف ان انا ارخص على نفسي، الغاز ارخص، الغاز والكهرباء ارخص من البنزين. السيارات دي لو اتحولت من البنزين للكهرباء دي هتوفر حاجات كتير قوي للبلد. اولا هتعود على المواطن المصري بالصحه، وخصوصا الناس اللي عندها امراض مزمنه زي امراض صدريه، دي بصراحه هتساعدهم كتير قوي ان هم يكونوا في صحه جيده. ثانيا هيوفر العمله الصعبه من استيراد للبنزين اللي هتعود على البلد طبعا وعلى خزينه الدوله بوفائق كتير قوي. الغاز الطبيعي هيوفر فرص عمل للشباب اكتر، بالنسبة ان ده يعني تكنولوجيا عالي. برضو التلوث البيئي بالنسبة للبنزين، واحنا بندفع طبعا بشراء حاجة بالدولار، فاول ما يكون الغاز الطبيعي مستنكد من مصر او احنا اللي هننتجه فده هيكون اوفر لنا بكتير يعني جدا. هنوفر في الطاقة نفسها، في الطاقة بالنسبة للبنزين والسولار وكذا 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 وكذا، واخبار حضرتك يبقى في وفرة. عوادم السيارات دي كلها بتأثر على الصحه بتاعت الانسان، واخد بالك انت، واحنا عندنا كثافه مروريه جامده، والعربيه وش يعني الشوارع زي ما انت شايف كده مزدحمه وفي عربيات كتير، والبنزين ده كله طبعا بيأثر على صحه الناس لان احنا بنستنشق العوادم السيارات ديت، وكل ده ليه مردود سلبي طبعا على صحه الانسان. ارخص في السعر من السيارات اللي هي بتعمل بالايه بالبنزين. ثاني حاجه ان هي هتبقى صديقه للبيئه. تطبيق خطة مصر نحو تحول مركباتها للعمل بالغاز والكهرباء سيوفر لخزانة الدولة ملايين الدولارات، كما سيقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى أنه سيخلص الدولة من أعباء الفاتورة الدولارية السنوية لوقود السيارات، فضلا عن حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث. اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من برنامجكم ملفات. مهندس جمال عسكر، عايزين بقى نركز في الجزء الاخير من حلقتنا على عمليه توطين الصناعه، ايدي عامله جديده، المنتج المحلي. طبعا صناعه السيارات دي بتبقى صناعات مكمله بيخش فيها اكثر من مصنع واكثر من منتج. كلمنا حضرتك عن هذه المنظومه واهميتها، لان صناعه السيارات والصناعه بوجه عام هي القاتله طبعا لاي اقتصاد من الدول. تعتبر صناعة السيارات هي قاطرة التنمية بالنسبة للشعب المصري. نعم. طبعا شفنا الدول كتيرة قوي زي اليابان على سبيل المثال، شفنا الصين مثلا بتصدر تقريبا في حدود 12 مليون عربية بتصدرهم للسوق العالمي. نعم. بتستهلك في السوق المحلي ما يقرب من 9 إلى 10 مليون سيارة. بتتكلم على قاطرة تنمية كبيرة جدا. فالنهاردة لما الدولة تعظم توطين صناعة السيارات بتتكلم على صناعة السيارات، صناعة المكون المحلي وصناعات المكملة
بتكلم على مصانع كتيرة بتفتح، بتكلم على انخفاض معدلات البطالة نتيجة لافتتاح المصانع دي عشان توطن الصناعة. نعم. زي ما قلنا من شوية معدلات بيع السيارات على مدى 3 سنوات متوسطة كان 150 ألف عربية. نعم. 150 ألف عربية لشعب قوامه 100 مليون ولا شيء. لما نتكلم على أسواق زي الأسواق في الخليج مثلا، أسواق السعودية السنة فاتت بيع 537 ألف، متوسطه الخمس سنين فاتوا 800 ألف عربية في السنة لشعب بقوامه 20 مليون. احنا هنا بوابة أفريقيا ممكن نصدر ده اللي احنا بنتكلم عليه. لما بتوطن وتعظم الصناعة في هذا الإطار تعمل منتج كويس تبدأ تغزو به أفريقيا. نعم. وهنا كمان بتشوف بعض الشركات تانية بتشتغل على موضوع انها تمشي مع مبادرة رئيس الدولة بتحويل مليون توك توك الى مليون عربية، زي شركة دليبات تحويل مليون توك توك الى مليون عربية كهرباء. ده بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك تشغيل الاف من الشباب بتشتغل على منظومات جديده طبقا لمنظومه التايم مانجمنت. مظبوط. منظومه الوقت، ازاي اداره الوقت في هذه المصانع، وازاي تطلع بمنتج ليه جودة معينة وأمان معين عشان مبيعاته تبقى كويسة. لما سعره كويس يكون عندك ليه ضمان كويس، ومراكز خدمة تقريبا تتراوح في حدود 400 مركز خدمة من اسكندرية إلى أسوان. يبقى أنت هنا بتتكلم على منظومة كاملة متكاملة، وده اللي بتطمح به الدولة في خلال المستقبل القريب إن شاء الله. مهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا في هذه الحلقة من ملفات، والقادم أفضل إن شاء الله. شكرا أستاذ نادر ليك، وشكرا لطاقم العمل أستاذ فارس. أهلا وسهلا، وأسرة الإعداد كلها وجميع العاملين. شكرا لحضراتكم، سلام عليكم.